بنعبده ومنقدم من قلبنا الشكر له ومنقول له بنشكرك على اللي انت اعطيتنا اياه. عم نرد لك من اللي انت اعطيتنا اياه. هيدي معناتها لما منقدم العطايا. هيدا اخر احد انا معكم قبل ما اسافر. وما كنت عارف شو بدي نقي الموضوع. نحن بزمن الميلاد، فزمن المجيء الاول والمجيء الثاني. ما رح نحسب اول 5 دقائق يا اخ جهاد لانه ما معيرت الوقت. نحن بزمن مجيء الاول للمسيح، ولكن متى 24 بيذكر عن المجيء الاول والمجيء الثاني. بس لانه عملت سلسله المرتين الماضيين كانوا بيتعلقوا بالثورة وشو عم بيصير ببلادنا والرعب والخوف عند الناس، فمن بعد صلاة وبحث أنا والأخ جهاد قررت أنه أوعز من نص متى 24. هلأ في كتير من اللاهوتيين، إذا حدا بيناتنا هون لاهوتي، ممكن يقول بينه وبين حاله أنه أنا كنت أدرس هالنص بمعنى، بس لربما له معنى آخر. بدي أطلب نكون شوي منفتحين تنشوف شو الكتاب بيقلنا، مش شو نحن منريد نقول للكتاب. النص بيحكي عن العلامات مجيء المسيح، علامات آخر الأزمنة، مثل ما بتعرفوا العناوين. بس في شيء بدي أقلكم هي الصورة الكبيرة وبعدين فوت بالنص. الصورة الكبيرة أنه زمن العهد القديم، كنيسة العهد القديم، يعني قبل ما ينكتب العهد الجديد، حتى سفر من سفر التكوين إلى سفر ملاخي، كانوا يقشعوا مجيء المسيح مجيء واحد. يوم الرب هو اليوم الأخير. فالسؤال كان إذا بينطرح على علماء اللاهوت آنذاك، طيب لو حصلت القيامة هلأ، فمجيء المسيح فيه من ميل بيحكي عن إشعياء 53 موته وصلبه، بس بنفس الوقت انتصاره، بنفس الوقت الدينونة اللي الله بده يدين فيها الأرض، بنفس الوقت القيامة، كل شيء حيحصل عند مجيء المسيح المنتظر. فلو وقفت هالعالم كله أمام الله يوم القيامة، أمام المسيح الذي سيدين الأحياء والأموات، بخطايانا كيف كنا حنوقف أمام الله؟ الله برحمته جاب قسم من الأخير للنص، فصار المجيء مقسوم لمجيئين. فالعهد الجديد بفرجينا أنه في آيات بالكتاب المقدس بتدل على المجيء الأخير وهو المعنى في المجيء الأول، وقسم تاني بدل على المجيء تبع المسيح ومعنى في المجيء التاني. مشان هيك بقانون الإيمان النقاوي منقول ونؤمن أنه يأتي أيضاً بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات. فالعهد الجديد وضح ما كان مخبأ في العهد القديم، أن هناك مجيئين. وكلمة آخر الأزمان وآخر الأيام حنشوفها سوا ابتدت منذ مجيء المسيح الأول. يعني أنتوا عايشين بآخر الأيام لمدى 2000 سنة لحتى اليوم، حتى أنه في فلاش هيك بيعطيها المسيح بالنص، أنه مجيئه الأول والثاني مثل البرق، تبرق الدنيا، منشوفها عم تلمع، بعد شوي اللي بيخاف يبلش يدق على صدره مثل الختيارية اللي ربينا بيناتهم، وحتى الصبايا أحياناً بيعملوها اليوم، مثل أمي صبية بتعملها، فبيدق على صدره وبيقول لك شو بده، يعني رعب. وإذ بعد ما تشوفوا الضوء لمع، بعد لحظات بتسمعوا الصوت والصدى. بس هيدا الضوء والصوت، هالثواني بيناتهم، هني برقة واحدة، هني رعدة واحدة، صح؟ مجيء المسيح الأول والتاني مثل هالبرقة. أنتوا عايشين بين اللي شفتوه وبين اللي حتسمعوه بالآخر، حيعطي الصدى. وضحت الصورة؟ إذا هاي ما أقشعناها حنفسر النص التالي مثل ما بدنا. بس إذا هاي دي قدرنا نقشعها حنفهم شو قصد المسيح بحواره مع التلاميذ، وشو قصد متى أنه يكتب لنا تنفهم من تعليم المسيح. ما أراد أن يعلم تلاميذه آنذاك ويعلمنا نحن من خلالهم، صحيح؟
هلأ بمتى بيقول تلاميذ سألوه، بمرقص بيقول بيحدد أربعة، بطرس ويوحنا ويعقوب وأندراوس، نفس العبارات. ونفس الحادثة أخذوه على الهيكل ليفرجوه أبنية الهيكل وجمال الهيكل، وبيقول لهم أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض. لو جيت قلت لكم أو سمعتوا بجريدة أو شيء إنه كنيسة ترو فاين الكرمة الحقيقية سيهدم المبنى وزحلي كلها ستهدم، للحظات بتقولوا بس مش آخر الدنيا، يعني ممكن تقولوا هاي آخر الدنيا بس ممكن تقولوا هاي مش آخر الدنيا، إنه الله فينا نلتقى فيه بمكان آخر، المبنى راح منعمر بدله أو منروح على مكان آخر تنعبد. طب ماذا لو لم يكن هناك مكان آخر تنعبد بالأرض بالخليقة؟ تقولوا ساعتها إيش آخر الدنيا، شايك؟ بس أنتوا بتسمعوا وخاصة هلأ بالثورة اللي عم بتصير والأحداث اللي عم بتصير، ما في حدا قعدت معه إلا ما بيعرف إنه أنا قسيس بخدم، دايما بينطرح السؤال من متى 24، السؤال الخطأ، مش هيدي آخر الأيام؟ وبيتفاجأ بجوابي إنه آخر الأيام ابتدت من 2000 سنة. بيرجع بيركز بيلي ولو ما بمتى، بمحل بمتى بيقول تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وحروب ومجاعات. شوف شو عم بيصير، انقلابات بالعراق بلبنان بإيران بما بعرف وين بأوروبا رح تبلش. طب هاي مش علامات آخر الزمان؟ يا الله كيف بدك تشرح انه فهمانين النص غلط؟ خلينا نشوف شو صار بحديث المسيح وحواره معهم في ثلاث حقبات او ثلاث محطات لهم علاقة ببعضهم ولكن منفصلين عن بعضهم تاريخيا بهالنص. المحطة الأولى هي من العدد 4 حتى العدد 14، وهلأ رح أعطيها العنوان. قبل ما أعطي العنوان بدي لكم أنه هين نص صعب وحتشوفوا أنه صعب، بس رح بسطه قد ما بقدر. قربوا التلاميذ وسألوا المسيح لما نحكى عن دمار الهيكل بالعهد القديم. موضوع دمار الهيكل مربوط بآخر الزمان، مربوط بآخر الأيام، فكان السؤال قل لنا متى يكون هذا دمار الهيكل، هذا بالعدد 3، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر. فيه شي السؤال من العدد 4 وطلوع أو من العدد 4 حتى العدد 14 أعطيته عنوان ضلال من خلال العلامات. هذا المشهد الأول أو الحوار الأول. هلا هو بالنسبة للمسيح هو الحوار الخامس والأخير the fifth discourse بخدمته مع التلاميذ. بحواره الأخير أراد المسيح أنه ما يعطيهم جواب مباشر. هلا منشوف أيمتى بيجي الجواب للسؤال متى يكون انقضاء الدهر، لكن لنفهم النص لنفهم ماذا أراد المسيح أن يعلم التلاميذ ويعلمنا نحن من خلالهم. ومفتاح النص اللي منفهم فيه كل ما تبقى هو في العدد الرابع يلي بيقلون فأجاب يسوع وقال لهم انظروا لا يضلكم أحد. عيد هيك سميت انه هالحقبة هاي هي ضلال من خلال العلامات. المسيح كان بيعرف وعم بيهيئهم انه رح يقوم مسحاء كذبة، رح يقوم أنبياء كذبة، لأنه دايماً الهيكل مربوط بوجود أنبياء، ورح يقوموا ناس يقولوا أنا المسيح الجاي من السماء، عم أنذركن من هلأ أوعكن تصدقوا أوعى تخلوا حدا يضلكن، مش هذا اللي عم بيقولوا هالكلام هون؟ لأنه بيعرف أنه اللي بيهتم برجوع المسيح التاني هني مش الكنائس اللي ما بيعني لها العجائب وما بيعني لها موضوع المسيح والسوبر ناتشرال يعني الشيء الفائق الطبيعة. الكنائس التي اهتمت بالتاريخ أكتر شيء برجوع المسيح الثاني هم إنجيليون مؤمنون اللي هني عن جد مؤمنين بالمسيح وناطرين يوم رجوعه. إلا أنه كان حريص المسيح إذا بتشوفوا حتى بيذكر بالعدد 24 سيكون مسحاء كذبة
مش بس حيضلوا مؤمنين، حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. هناك خطر على ضلال المؤمنين وضلال المختارين. فالمسيح ابتدى بإنذار بالعدد 4 حتى العدد 14، انظروا لا يضلكم أحد. رح خبركم كم خبرية هون. خبرية الأولى، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين. بيذكر الضلال مرتين. سوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا، لأن لابد أن تكون هذه كلها ولكن ليس المنتهى بعد. يعني أوقات بيقولوا الناس بيجاوبوا بعض المبشرين، أنا بتذكر صديقي كان عم يبشر عم بيقول له حروب ومجاعات هي كلها علامات. شاب فد يعني شاب عم بيجاوبه ما بيعرف بالإيمان، قال له بس ما هيك العمر عم بتصير. تفت فيه قال لي شو رأيك؟ قلت له معه هو الحق، هيك العمر عم بتصير، عم بيقولوا حتحصل وحتشهدوها وحتشوفوها والناس حتقلكن هاي علامات الآخرة، اوعى تخلوا حدا يدلكن، لم يأتي المنتهى بعد. بكفي بالعدد 7، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن. هذه علامة النهاية. لا، بالعدد 8 بيقولون ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. هلا المبتدأ الأوجاع على مدار 2000 سنة، ليش لا؟ هذه كلها، خلي النص يحكي معنا، مبتدأ الأوجاع. حينئذ عم بيخاطبهم قالوا حصلت هالشغل، يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم. ما عملوا هيك ببطرس وبولس والرسل والتلاميذ؟ ما رميوا المسيحيين للأسودي؟ ما قتلوهن وحرقوهن؟ أغناطيوس قالوا لنكر المسيح وقال لم نقتلك. بال107 ميلاديا قال لهم يوحنا الحبيب اللي كتب الرؤية تلمزني من أنا وطفل، هلا والمسيح معي من أنا وطفل، هلا بدي أتركوه بعمر 86 سنة فليكن. وتكونون مبغوضين من جميع الأمم لأجل اسمي. وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، بيخبروا عن بعضهم. عدد 11، ويقوم أنبياء كذب كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. ولذا ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. إلى منتهى هالمرحلة العدد 14 هو فلاش بيمرق لهم هيك مثل ضوء على الجواب اللي بده يعطيهم إياه. ويكرز ببشارة، وخلوا هاي بذهننا، ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة للجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. هلا مش كرازة البشارة مثل ما ظن البعض بالتاريخ انه اذا منبشر بكترة يأتي المنتهى، لا لازم نبشر بكترة، بس عم بيقول ما بيجي المنتهى قبل ما تصير هالشغلة، يعني مش العكس تمام، مش هالشغلة بتدفش المنتهى، بس ما بيجي المنتهى الا ما يتم شيء اسمى اهم. انا بدي عقلاتكم وتركيزكم للتلاميذ ولقلنا يكون كله على العدد 14، على الكلمة اللي قالها كرازة الملكوت في كل المسكونة. طب العدد، فإذا أول نقطة هو المسيح عم بيحذر من ضلال أنه ما تضلوا عبر العلامات، أنه أمي على أمي، مملكة على مملكة وحروب. هلأ حنتفاجأ أنت حيعطيهم الجواب وبأي حالة حيعطيهم الجواب. الحقبة الثانية أو المرحلة الثانية هي من العدد 15 للعدد 35، بدوا يهن ما يضلوا ويضيعوا، to get confused بين دمار الهيكل وآخر الأزمنة. فلذلك شو بيقول لهم هون؟ فمتى نظرتم رشة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس، أي في الهيكل، في التمبل كورت بالهيكل، ليفهم القارئ. قارئ مين؟ قارئ دانيال، سفر دانيال، في لغز، there's an enigma، في لغز بسفر دانيال، ليفهم القارئ اللي بيعرف دانيال. فحينئذ عدد 16، ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئا، والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام. شو وحدة عم بتخلف وجايين يدمروا الدنيا كلها وهي عم بتولد بهاللحظة هاي؟ ويل لها، حينها شفتوها بالفيلم ولاحظتوا أنه أول حقبة من الفيلم عم بيفرجيكم تاريخ العهد المسيح، تاني حقبة ما فرجيكم. هذا لفت لي نظري بالفيلم، انتوا عم تسمعوا انجيل متى 24. وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في السبت،
لأن يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم، منذ الخليقة بيقول مرقس إلى الآن، ولن يكون على شعب الرب. ولم تكسر تلك الأيام، لم تخلص نفس، لا لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تكسر تلك الأيام. حينئذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه دمار الهيكل بده ينتج أنبياء كذبة، لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب. هلا ما رح نحكي عن عصرنا والآيات والعجائب، خلينا نركز على عصر الهندي بلحظة للحظات وبتستنجوا أنتوا وحدكم، حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. ها أنا قد سبقت 25 وأخبرتكم، هيدي عم تتناسق تماما مع العدد 4، انظروا لا يضلكم أحد. فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا، ها هو في المخادع فلا تصدقوا. قبل ما أوصل للعدد 27 وهيدي فلاش لايت تاني بيعطيها المسيح، عم بيقول لهم رح أعطيكم علامة تانية حتعرفوا من خلالها لما شفتوا تشوفوا رجسة الخراب اللي حكي عنها دانيال بهاللغزة، أنا رح حل هاللغزة وقلكم إياه، يلي هي ما مضى 40 سنة على موت وقيمة المسيح، أي دمار أورشليم ودمار الهيكل. لما إجا تيتوس الروماني بجيشه وجنده وحاوطوا أورشليم، قالوا نفهموا أنه تحاوطت المدينة، هلأ اهربوا، لأنه رح يكون ضيق بهالوقت. اللي بيقرأ تاريخ واللي بيعرف شو حصل سنة 70 ميلاديا ليقول اف نحن وين عايشين، ألف خير، ما بقي رجل إلا ما قتل، وما تبقى امرأة إلا ما اغتصبت. لذلك يهود اليوم بيتبعوا الأم، لأنه أباء رومان أمهات يهوديات، ما بقى في رجال. دمرت أورشليم كلها، وكما قال بالحرف لم يبقى حجر على حجر من الهيكل، لم يبقى حجر على حجر من الهيكل. هذا اللي بيقولوا عنه حيث المبكهي ليس علاقة له في الهيكل، ما بقى في حجر على حجر بالهيكل، مثل ما قال حرفيا سنة 70 ميلاديا حصل هذا الشيء. طيب شو بيقول بعدين؟ ليش قال له نهربوا؟ هون في نقطة بدي ركز عليها بتردنا للعدد 14. لمين عم يحكي المسيح؟ لتلاميذه. ليش عم بيقول له نهربوا؟ لأنه يجب أن يكرس ببشارة الملكوت قبل أن يأتي المنتهى. فأنتوا هربوا، لأنه يريد أن يبقي لنفسه شهودا، وتكونون لي شهودا في أورشليم والسامرة وإلى أقصى الأرض. إذا دمرت أورشليم يعني أنا عم بتفشكن إلى السامرة وعم بتفشكن إلى أقاصي الأرض. هربوا، ما ترجع وتاخد أغراضك من البيت، اللي على السطح ينزل، مسكين اللي تبقى حبلي بهالأيام، لأنه حيأتي ضيق على شعب الرب ما كان مثله منذ الخليقة ولن يكون. دي لا نبوخذ نصر عمله ولا حدا قدر يعمله. اللي بيقرأ التاريخ وبيشوف شو عملوا الرومان بسنة 70 ميلاديا بيصير يخبط على راسه. هذا ما حصل. أما الفلاش لايت اللي عطوها بالعدد 27 مرق لهم شغلي تيقول لهم أنا عم قلكم اوعى تضلوا، لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه حيثما تكون الجثة فهناك تجتمع النسور. مرق لهم فلاش لايت تاني، يعني عم بيقول لهم بمعنى آخر مجيئي مش مربوط بعلامات، مجيء التاني غير متوقع ولكنه حتمي، والكل سيعرف، وما حدا المؤمن والغير مؤمن لن يكون عنده شك عند رجوع المسيح ثانية، لأنه يأتي كما يظهر البرق من المغرب، من المشرق إلى المغرب. أنا ليش عم بقولكم هالقصة؟ لأنه في كتير إنجيليين الحقيقة طلعوا، في واحد اسمه كامبين من كم سنة بأمريكا قال لهم جاي المسيح بال2000 وما بعرف أداي 2012 2014 بعدين 2017 بالآخر قال لهم بعتذر، صاروا يبيعوا قمصان. واحد تاني
صار يقول لهم بال2022 هلا بلشت الخضه بالارض المقدسه، بلشت الخضه في لبنان وسوريا، خلص قرب 2020 جاي المسيح. لا تصدقوا، مش هيك عم بيقول الرب؟ واكن تصدقوني انا شو عم اقول، صدقوا شو الرب عم بيقول. لا تصدقوا، رح تتفاجئوا شو حيكون الحال اللي حيجي فيها المسيح، لا علاقه لها بكل هالعلامات. في واحد باستراليا بال99 اشترى مسرح وصارت الناس تبيع بيوتها، قال لهم جاي المسيح 99 مدري 2000، صار يبيع التيكت بمدري قداي، قال لي انه بده يجي مثل ما بتظهر من الشرق للغرب، قال بتبلش باستراليا وبتظهر بعدين بغير محل، صار يبيع محل حتى ناس تجي تتفرج على المسيح برجوعه. لا تصدقوا، لا تصدقوا. نقطة الثالثة، لا بعدني ما خلصتش النقطة الثانية، العدد 35 أنا عملتها مقصد ولا حتشوفوا ليش. وللوقت بعد ضيق تلك الأيام بالعدد 29 تظلم الشمس والقمر ليعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكته ببوك عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الرياح الأربعة، من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها، بمرقص بيقول من أقصاء الأرض إلى أقصاء السماء، فمن شجرة التين تعلموا المثل، متى صار غصنها رخصا أخرجت أوراقها، تعلمون أن الصيف قريب. شو أقولكم هون عم يحكي عن مجيء التاني؟ هيدا أصعب محل بالنص كله، لأنه ممكن يكون عم يحكي عن مجيء التاني وعم بيقول في كل هالعبارات، وممكن يكون عم بيقول هون بنفس الوقت عن مجيئه الثاني انه رح يجوا الملائكة ويجمعوا مختاري الله، وممكن يكون عم يحكي عن الملائكة اللي هن مبشرين ان يجمعوا شعب الرب في الكنيسة. بكلا الحالتين اللي أرادوا المسيح انه يقول لهم اياه انه ما يركب دماغكم عن رجوعي انا مرة تانية، متى يكون مجيئك وانقضاء الدهر ما يكون مربوط بالعلامات التي أمي على أمي، مملكة على مملكة، حروب وإلى آخره، هيدي ما هي مبتدأ أوجاع. متى شرغيتم مش رسة الخراب اللي تكلم عنها دانيال بدمار الهيكل، كمان هيدي ما قال عليها بالنهاية، بس هيدي حتما حتحصل. هربوا لتطبقوا العدد 14، لأنه يجب أن يكرس في بشارة الملكوت في كل أقاصي الأرض. أما هون مربوطة بالقبلة شوي إنه مجيء ابن الإنسان ما حدا حيشك فيه، هون عم بيقلن شي تاني إنه إن كان هيك ولا إن كان هيك عرفوا إنه مجيئي حتمي. بس أنا بميل للطرف التاني بالتفسير إنه عم يحكي بعده عن مجيء الأول بهالحقبة هاي وبالزمن هيدا، مش عن المجيء التاني. خليني برهنكم إياها من كلمة الله ومن الكتاب. أولا المسيح عم يقتبس من أشعية 13 وأشعية 34 ومن يوئيل، ففي ثلاث محلات عم يقتبس فيها المسيح. تظلم الشمس والقمر، تتذكروا وعظة بطرس يوم 50؟ شو قال بطرس؟ حل الروح القدس، صاروا يتكلموا بألسنة. شو قالوا له؟ هاو سكارة. قالوا لا هودي مش سكرانين. إذا حدا عنده أعمال رسل 2 العدد 16 يفتح معي. عم بيقولوا اللي عم بتشوفوه بيوم 50، بل هذا ما قيل بيوئيل النبي. هاي اللي عم تشوفوه عم يتطبق قدامكم. يقول الله عبر يوئيل: ويكون في الأيام الأخيرة، أي منذ لحظة مجيء المسيح الأول إلى المجيء الثاني، أني أسكب من روحي على كل بشر. عم بيبرر موضوع يوم 50. فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم أحلاما. العدد 19: وأعطي عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل. اسمعوا هي ذات العبارة: دما ونارا وبخار ودخان. عدد 20: وتتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير. يعني بعدنا قبل أن يجيء، مش هي علامة مجيئه، هي شغلة حصلت على الصليب، الإكليبس، الكسوف، وتزلزلت الأرض وحصلت مرتين سنة 70 ميلاديا. بعد ضيق تلك الأيام صار في زلزال. طيب وبأخ عماد في شيء مش مزبوط، بس ما عم بيقول: فيرسل ملائكته ببوك عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الأربع رياح. بقول لكم صحيح،
في اليوم الأخير الله سيرسل ملائكته ببوق عظيم لكي يجمع المختارين ويدين الآخرين. بس أيضا البوق هو بوق الإنجيل بمحل آخر. فقد يكون هناك مربوط بالعدد 14 أن يكرس بالبشارة لكي يجمعوا من أقاصي الأرض الأربعة، يعني من كل أقاصي الأرض، مختاري الله والذين سيؤمنون بالمسيح يسوع. هل أنت تؤمن؟ ولا بعد؟ هلا في شيء حيفاجئنا بالآخر إذا كنت لا تؤمن. بس هون عم بيقول شيء من أجل الشهادة. جمعت هالناس مربوطة بالشهادة. طيب رح روح أبعد من هيك تثبت أنه أنا يمكن نظريتي هي الأصح. شو بيقولون؟ قبل بيقولون ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد. خلص يا أخي عماد، هيدي بتعني مرجوع المسيح صح؟ مش هيك؟ والمسيح قال له لرئيس الكهنة، لما نوقف رئيس الكهنة قال له هل أنت هو ابن الله؟ لا، لأنه سياسيا بده يدينه قدام بيلاطس حتى يقدر يصلبه، أنه هذا اللي عم بيقول عن حاله ابن الله، داود كان ابن الله، يعني هذا هو الملك، فنحن عنا أيسر هو الملك، تفضلوا اصلبوه. ما خزأ تيابه رئيس الكهنة لما قال له المسيح أنت قلت. تعرفوا وين خزأ تيابه؟ لما سمعوا دانيال 7 مثل ما كانوا يفهموها بهاي الحقبة قبل رجوع المسيح، قال له وترون ابن ومنذ الآن ترون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء. خزأ تيابه قال له جعلت نفسك الله، يعني الذي نعبده في الهيكل هو أنت، لأنه تفسير لدانيال 7 هو أن يهوى الرب يقود السحاب. طيب دانيال 7 شو بيقول؟ إذا فتحناها سوا بالعدد 13، كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء. لوين جاء؟ إلى الأرض، إلى القديم الأيام، فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له. لما قام المسيح من القبر شو قال؟ دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. الصعود، صعود المسيح ونزول الروح القدس على التلاميذ هو مشهد إتيان المسيح ابن الإنسان على السحاب لكي يمثل أمام قديم الأيام، لأنه يساوي قديم الأيام، لأنه أزلي مثل الآب، فيقف أمام قديم الأيام ويقول له هذا ثمن الذين أحببناهم، والآن لكي يتم وعدك اجعلنا أن نسكب من روحنا عليهم. هذا اللي قاله يوئيل وهذا اللي برره بطرس الرسول. طيب بعد في نقطة ثالثة بتثبت أكتر أنه اللي أنا بميل لقاله هو الأصح، وهو بالعدد 33 و34، هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب. بعده عم يحكي عن سنة 70 ميلاديا، بس ليكوا العدد 34، وهذا بيحير علماء أحيانا، بس نحن عم نبسطها. الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل، يعني جيل المسيح جيل الأربعين سنة، حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. طب يا رب أنت ما تجاوبنا على السؤال. طب هودي كلهم عيحتسوا هلأ بالمستقبل خلال 40 سنة، سنة 70 ميلاديا وخلص مجيئك يعني بيتم من بعدها. ويأتي الجواب، وعنوان الموعظة إذا نسيت أقول عنوان الموعظة هو ذلك اليوم وتلك الساعة. الجواب هو بالآخر مشهد، النقطة الثالثة من العدد 36 للعدد 51، لكي لا يضلوا أيضا بإهمال واجباتهم. وهلأ رح ركز عليها، وهون بيجي الجواب، متى يكون كل هذا وما هي علامات مجيئك؟ قال لهم جهزن وعضلوا بالعلامات، إذا ظهرت علامات رشسة الخراب، شفتوا الجيش الروماني محاوط المدينة المقدسة وأورشليم، اهربوا، عرفوا أنه الوقت قريب، عرفوا أنه هي كلها حتحصل، تتزلزل السماوات، رح يصير في أحداث كثيرة، اهربوا اهربوا اهربوا. بس هي كلها مربوطة بمبتدأ الأوجاع، لا علاقة لها بمجيء المسيح الثاني. طب يا رب جاوبنا، فهمنا خلاص، ما حنضل. مش بطرس بيقول ما تضلوا عن مجيء يوم الرب؟ بيقول يأتي كلصف الليل بمحل. مش بولس بيقول ما تضلوا ويقول لكم كأنه يوم الرب قد جاء؟ في اشياء لازم تحدث قبل، بس منا علامات،
ما حدا بيسترجي يتجرأ ويقول هناك علامات لمجيء المسيح الثاني إذا كان المسيح ما أراد أن يكون هناك علامات، أما إذا أراد فليكن، مش هيك؟ طيب شو الجواب؟ العدد 36 إلى آخر الإصحاح. أما ذلك اليوم وتلك الساعة، هون إجا الجواب. أما ذلك اليوم وتلك الساعة سألتوني عنها، هلأ حجاوبكم بيقولوا لتلاميذه، فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات، بإنجيل مرقس بيقولوا أو حتى بالنسخة القديمة لإنجيل متى، حتى الإبن، لأنه الإبن حد من نفسه لما أخذ طبيعة بشرية، ما بده يكذب عليهم، ما بده يمتلك هالمعرفة ومخبيها عليهم يقول لهم ما بعرف، بده ما يعرف تما يكذب، لأنه لم يرد الله ولا يريد الله أن يقول لنا كيف نكون جاهزين أو حتى توقيت الذي نكون فيه جاهزين، لبل كيف نكون جاهزين. وهذا موضوع الموعظة لليوم، بيتركز على آخر نقطة أنا عم بحكي فيها. المسيح قال لا أحد يعلم إلا أبي، فاللي بيقلكن هناك مجاعات، زلازل، أمي على أمي، دمار، تظلم الشمس، في كسوف، في زلزال، بكل مكان، رب قريب، ماذا تجيبوه؟ لا أحد يعلم إلا الآب. أنا مش من عندي عم بحكي، من كلمة الرب. لا أحد يعلم، ولا الملائكة، ولا اللي بيستشير ملائكة، ولا اللي بيستشير أرواح، ولا اللي بيجرب يتنبأ على التلفزيونات، لا أحد يعلم إلا الآب في سلطانه. طبعا المسيح اليوم رجع إلى المجد الذي كان له منذ تأسيس العالم، وهو يعلم الساعة، ولكنه على الأرض أخفاها عن نفسه ولن يرد أن يعلم. لا أحد يعلم إلا أبي. بس تفرجوا معي من العدد 37 للآخر، شو بيعمل هون؟ في زلزال، في دمار، في حروب. راح أختم بهالخمس دقايق هاي كم نقطة نركز فيها على هالموضوع هذا. وكان كانت أيام نوح كما كانت أيام نوح كذلك هيكون أيضا مجيء ابن الإنسان. طيب شو عم تحكي يا رب؟ العدد 38، كيف كانت أيام نوح؟ هناك زلازل، هناك جوع، هناك حروب، هناك، لا شو عم بيقول؟ لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك بالإيمان، ولم يعلموا حتى جاء الطوفان فجأة وأخذ الجميع. خلي بذهننا هالكلمة، وأخذ الجميع، يعني حتكون الأيام راجعة بكرة الازدهار بالاقتصاد، والناس عم تشتغل وعم تزوج وتتزوج وبتحتفل وبتعمل كل هيدا. فجأة سوف يأتي ابن الإنسان بلحظة لن يتوقعها أحد. الناس بتفكر الأيام عايشة طبيعية، الناس مشغولة بأشغالها، الناس عم تتزوج وتزوج. طب ليش عم بيخبر تلاميذه وقلنا هالخبرية؟ لأنه هاي الأمور ممكن تلهينا عن الهدف الأساسي الذي هو الاستعداد الدائم. إذا كنت لا تعرف المسيح مخلص وهلأ حتتفاجأ ومش قادر تكون مستعد، رح تتفاجأ لما يغلق باب الفلك، ستطرح خارجا. شو عم بيقول لهم هون بنوح؟ قال لهم كما كان أيام نوح إلى أن جاء الطوفان. وشو قال العبارة حتى باليوناني وبالإنجليزي؟ وأخذ الجميع. خلي هالكلمة بذهننا. ومن الذي بقي؟ نوح وعائلته، أي المؤمنين. بكفي بالعدد 39، ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع. كذلك يكون أيضا بنفس الصورة مجيء ابن الإنسان. حينئذ يكون اثنان في الحقل، يؤخذ الواحد ويترك الآخر. معلش، في لاهوت عمره 200 سنة بيعلمنا أشياء كتير هون، أنا ما رح فوت فيه، ومش جاي أحكي عن موضوع بيتعلق هلأ بالاختطاف. موضوع اختطاف موضوع لحاله، بس هالنص بذاته لا علاقة له بالاختطاف. جيد؟ لا، لأنه عم بيكمل صورة نوح. من الذي يؤخذ بنوح؟ إجا الطوفان وأخذ الجميع، فمن الذي يؤخذ هون؟ المؤمن أو الذي سيهلك؟ هذا منطق متى عم يكتب تيبرهن لنا. مثل ما أيام نوح إجا الطوفان وأخذ الجميع، بمجيء ابن الإنسان سيأتي طوفان الدينونة ويأخذ الذين سيدنون، ويترك كما ترك نوح الذين هم أبرار والذين آمنوا في المسيح. هاي مش بس من هون مأخوذة،
هي مأخوذة من المسيح بيوحنا 15، من لا يثبت فيها ويطرح خارجا ويرقى ويرمى في النار، موجودة بكتير محلات. هناك البكاء وصرير الأسنان، سيطرح خارجا، سيرمى خارجا. متى 13، مرقس 13، الذي سيرمى خارجا هو من لم يتبع المسيح مخلص، ما زال تحت ظلمة إبليس ومملكة إبليس، لأن المسيح قال بإنجيل يوحنا الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا، وسيطرح كل من لم يقبل المسيح مخلص خارجا. فهل أنت مستعد؟ هل قبلت المسيح مخلص؟ لأنه سيأتي كلص في الليل ولن تتوقعه. الصورة المصغرة كأنه واحد يجي يدق علي الباب وأنا مش لابس ثيابي قبل الضوء، جاي يزورني بعلامات وجهي بتقول أنا مش جاهز. لك كيف جاي لعندي؟ طول البيت لفوت اتحمم لحتى أضبط وضعي لفرش سناني لأحكي معك. هيك رح يكون مجيء ابن الإنسان. إذا كنت عايش مثل أيام نوح ومهتم بأمور الدنيا، تشرب وتسكر وبعدين بكفي لأنه ما في لضيق الوقت، عم بيحكي عن ذلك العبد بيأكل وبيشرب وبيسكر وإلى آخره، فهذا العبد الشرير، فسيأخذه ويقطعه ويطرحه خارجا. أما كيف تكون مستعد أن تعيش كل يوم بانتظار ذلك اليوم، لأنك لا تعلم بأي لحظة يأتي ابن الإنسان. إذا ما بتعرف المسيح مخلص اليوم، يوم خلاص. الآن أدعو باسم الرب لكي تخلص. الآن قل له يا رب لا أريد أن تأتي وأتفاجأ بمجيئك وأنا تقول لي، وإن كنت بتصلي على الطريقة التقليدية والبدك إياها، يا رب يا رب لجاجي سيقول لك إني لا أعرفك قط، اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدي، ارحلوا خارجا، فأنا آتي مجددا إلى تلك الأرض لكي أحكم الأرض، لكي أجدد الخليقة، لكي أدعو الأبرار أن يملكوا معي، وسنملك على الأرض للرب الأرض وملكها. كيف تكون جاهز أنت؟ بالتوبة، بأن تدخل وسط شعب الرب وأن تقول الرب يسوع هو مخلص الوحيد. طيب إذا كنت أنت مؤمن كيف تكون مستعد؟ أنا راح أختم بقصة صغيرة بتعلمنا شغلة مهمة كيف نكون مستعدين على ذلك اليوم. النقطة المركزية إنه ما نكون، مش عم نقول لك ما تزوج وتتزوج، بس ما تلتهي على الزواج والتزويج والأمور العالمية اللي بنعيش فيها كل يوم، اللي كلنا معرضين المؤمنين، حتى اللي مثل ما قال ممكن يضل مين؟ المختارين. تذكروا العدد 14، هيدي فرصة كل ما بيطول الأيام لأنت تقول يجب أن يكرز ببشارة الملكوت في أقاصي الأرض. اجوا لجون ويسلي واحد قال له لو افترضنا وعظة اللي انا عم بوعظها، ما قريتها للوعظة، بس بيجي لعنده بيقول له بالاخر واحد قريت القصة، بيقول له لو اجى المسيح اسبوع الجاي مثل اليوم، كان نهار اربع او خميس درس كتاب، انت شو بتكون عم تعمل؟ بيشيل هيك كتاب اليوميات تبعه بيقول له هات اقرا لك، عندي اليوم زيارة للاخت سامية، عندي عبكرة زيارة للاخ جهاد، عندي بعد بكرة زيارة للاخ نزيه، عندي اثنين مزوجين بدي حل لهم مشاكلهم بالمسيح، عندي اثنين، عندي بي وابنه مش عم يتطايقوا مع بعضهم، عندي 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 عندي، بس عندي هدف واحد اني رد الكل لقلب المسيح. قال له هذا ما يراني المسيح افعله اذا اتى. هل هذا ما يراك المسيح تفعله اذا اتى؟ هل انت مستعد؟ لانك لا تعلم في اي ساعة ياتي ابن الانسان، ولا الملائكة في السماوات، ولا علامات الازمنة، ولا كل الذين يتنبؤون على التلفزيونات. الآب وحده هو الذي يعلم، فكونوا مستعدين. آمين. إلهنا الصالح، شكرا لأنك أعطيتنا يا رب من كلمتك أن في مجيئك الأول تزعزعت السماوات والأرض وتغير مفهوم الناس، غيرت مجرى التاريخ. إنه بيوم صعودك من القبر منذ 2000 عام حصل التغيير الأساسي، لقد حل ملكوت الله في وسطنا. منذ يوم مجيئك الأول ونحن نعيش آخر الزمان، لا تسمح لأحد أن يضل.
لأنك علمت تلاميذك وعلمتنا من خلالهم أن لا نضل وما نحكي هالكلام مثل ما الآخرين بيقولوا أمي على أمي ومملكي على مملكي وحروب ومجاعات فإنها علامات مجيء المسيح. لا، إنها جزء من مبتدأ الأوجاع الذي كان يحصل في التاريخ وما زال يحصل وسيحصل. اجعلنا أن لا ننغمس بعلامات أعطيتها من أجل خراب الهيكل، بل اجعلنا أن ننغمس بعمل أعطيتنا إياه. يجب أن يكرس في ملكوت، بشارة الملكوت في كل أقاصي الأرض، ثم يأتي المنتهى. لأنه كما يظهر البرق من الشرق إلى الغرب، هكذا يأتي ابن الإنسان. أما تلك الساعة أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد. وضعتها في سلطانك أيها الآب، بحكمتك وحدك من يعلم بهذا التوقيت. أعطنا يا رب، أعطنا أن نعيش بنهضة روحية، وأن نكون للمسيح ابنك الوحيد الذي فدانا على الصليب بموته وبقيامته، أن نكون له شهودا في زحلي، في البقاع، وفي لبنان، وإلى أقصى الأرض. ذكرنا ما فعلته في تلاميذك. لا تسمح للأيام التي كنا نعيشها، أيام نوح، نزوج ونتزوج، هذه كلها من خيرك. لا تسمح أن نؤخذ فيها يا إلهنا الحبيب، وأن تأخذ كل طاقاتنا وقوانا ونضيع الهدف، أنه يجب أن يكرس ببشارة الملكوت. لا تسمح لمن دخل في هذا الصباح لم يعرفك مخلص أن يخرج ويتفاجأ بيوم مجيئك، وتقول له ارحل عني، اذهب خارجا وسوف يؤخذ ويطرح خارجا. لا يا رب، لا تسمح بهذا الشيء، بل أعطي توبي، أعطي هذا الرجل أو تلك الإمرأة أو هذا الولد أو الطفل يلي ما عم يفهم شيء، كلمتك قادرة تعطي هبة التوبة والإيمان. امنح توبة لكل من هو موجود معنا بهالصباح، وامنحنا نحن المؤمنين توبة، لأننا لا نقوم بواجباتنا يا رب، ولكن أعطينا بشغف أن نقول للعالم أن يسوع هو رب لمجد الله الآب، لأنه ستثبت كل ركبة في السماء وعلى الأرض بخاطرها أو بعدم خاطرها. نشكرك لأننا بخاطرنا نسجد لك ونقول جميعا يسوع هو رب لمجد الله الآب. آمين.